هنفتح تاني. طبعا بص اللوك هنا قافل، فاتح، هندوس ستارت، هنختار اي برنامج وندوس ستارت تمام، ونقفل، قفل اهو تمام. ده التعديل اهو، قفل ماشي، قفل خالص تمام. تمام. ده التعديل بتاع اللي انت بتشيل الزينر اللي هو الدايود، يعني اللي هو الاس دي 5، ونحط مكانه مقاومه 27 كيلو. افصل.